بس انت نسيتي بقى ان انا اللي ربيت وانا اللي كبرت وانا اللي تحملت المسؤوليه وحضرتك غايبه على طول وفين وفين لما تيجي تطل علينا كده وبس. عايز اقول لك على حاجه تانيه يا عايده، من فضلك حسبي على كلامك وطريقتك في الكلام معايا، لانك عارفه للصبر حدود، عارفه حدود الصبر طويله وواسعه وغير محدوده، لكن بتبقى سم لو جابت اخرها. فاهمه يا عايده؟ ألو، أي يا عمر؟ أنا الحمد لله كويسة. عمر أنا عايزك ضروري. طب أنت بس قفش عليا ليه يا عيودة بس؟ عملت لك حاجة أنا؟ حاضر والله. طب فريدة عندها مشكلة؟ طيب خلاص ماشي حاضر، بس عندي مشوار عند خالد في الجامعة أخلصه وأكلمك على طول. هكلمك والله. يلا سلام. سلام. شفت أنا بحب مين يا عمر؟ جميلة يا خالد. جميلة بس دي دنيا، دنيا بجد. وهي جميلة دي قليلة؟ جميلة يعني جميلة في كل حاجة يعني. ماشي كده اوكي. حاطتلكش سكر يا كابتن. شكرا يا دنيا. قولوا لي عملتوا ايه في موضوع السفر للندن؟ انا خلاص قدمت الباسبور النهارده للجامعة عشان الفيزا. وانا ده بيخلص لي الموضوع مع السفارة. هو اوريدي عنده شغل هناك، فالموضوع مش هياخد وقت، هيخلص بسرعه يعني. لا تمام جميل. انت عايز حاجه يا عمر؟ لا بس كنت بفكر نغير المكان. واي نوت، ممكن نقعد في الكافيه اللي بره. لا انا قصدي نغير المكان خالص. خالص ازاي يعني؟ يعني من بره الجامعه، تجديد يعني. اه فكره. بس مش هينفع. ليه يا دنيا؟ انتي مش خلاص خلصتي محاضراتك النهارده؟ هي مش كده، بس انا ماكسيموم نص ساعه ولازم امشي، مامي عامله عزومه ولازم اكون في البيت. احنا مش كنا متفقين نقعد مع بعض النهارده لحد الساعه 6؟ ايوه يا خالد، بس هي كلمتني وانا بجيب الكوفي للكابتن وقالت لي على الحوار ده وخالته وكده. سيبها براحتها يا خلود، هي خسرانه. انا كنت هاخدكم منطقه جديده واعرفكم على واحد صاحبي. واحد صاحبك مين؟ اشمعنى يعني هو بالذات؟ عشان هو مختلف، بيشتغل شغلانه انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، وساكن في منطقه انتوا ما تعرفوهاش برضه. كنت هوريكم جو الشوارع والحواري والقهاوي البلدي. يلا مفيش نصيب. لا بس انا ممكن اكلم مامي اشوفها، لو نفع ان انا اجي معاكم هعمل كده. بليز اقنعيها يا دنيا. لا هتراي يعني. Excuse me. اتفضلي. ايش؟ بقول لك يا خلود. ايه؟ ما تديني رقمها كده عشان لو حبيت اطمن عليك وانت ما ردتش عليا ابقى اكلمها. اه انا حافظه، ممكن اسجله لك. اتفضل. اوكي. هو ده؟ اه. عشان اسجل. خلود. ايه؟ هو لما اتكلم حد ومعاه تليفون مش بيديك ريتنج؟ اه المفروض. تمام. طيب تمام يلا بينا. يلا بينا يا جامد.
صبري بقول لك ايه؟ عايزك تاخد الاستاذ تلففه لفه حلوه كده في المنطقه. ها؟ اه يلا بينا. لا 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 ايه بقى؟ انت استني اقعدي معايا شويه، لسه مش بعتش منك، لسه بدري. استنى انا كمان ونروح كلنا سوا. مش عارف ليه شامم ريحه نفسنا في كلامك كده. يا اخي عايز استفرد بيها شويه. ايش يا عم؟ ما تزقش. يلا بينا. يلا زق انت. تعالي يا دنيا اتفضلي، عايز اتكلم معاك شويه. طيب اروح بقى انا اطلع على الحاج كده خمسه وارجع لكم. اتفضل يا فاضل. عن اذنكم. اتفضل. عن اذنك يا هاني. اتفضل. تشربي حاجه تاني؟ ميرسي. هو حضرتك كنت عايز تتكلم معايا في حاجه؟ خالد. ماله خالد؟ في حاجه؟ في كتير يا دنيا. ادخل. تمام يا فندم. اتفضل عادل. متشكر يا باشا. خير يا باشا؟ خير ان شاء الله. انت عامل ايه الاول؟ والله يا فندم الحمد لله في نعمه. وازاي عبد الفتاح بيلكم؟ بخير يا باشا، بيسلم على حضرتك. يا ريت تكون بتوصل له سلامي على طول. بيوصل يا باشا اطمن. على العموم يا عادل انا عايزك تقرا الورقه دي وتشوفها كويس. يعني ايه الكلام ده يا فندم؟ القضيه اتحولت للمحكمه؟ بالظبط يعني. ايوه يا فندم كده يبقى هبل. ايه ده يا ابني؟ انا حبيت اقول لك الاول قبل ما اقول لبيه والدك علشان خايف عليه من رد فعلك ده. يعني ايه يا فندم؟ كده موقفي هيبقى مؤقتا، هتتوقف عن العمل لحد ما تفصل القضية. طب افرض يا فندم البت دي عرفت تاخد عليا حكم محكمة، أنا موقفي هيبقى إيه؟ اطمن يا عادل، أنا عايزك تطمن خالص. أنا سألت بكل طرقي وعرفت إن الموضوع ده هينزل على مفيش. ممكن لأ. ما أظنش، أنا عايزك تطمن وعايزك تهدى لأن الهدوء مطلوب في الوقت ده. قدام المحكمة وقدامها كمان. محكمة. حيوانة زي دي توقفني أنا قدام قاضي في قضية خطف. أنت عارف يا فندم دي لوحدها ممكن تعمل إيه في ملف خدمتي؟ لو خدت براءة مش هيحصل حاجة عادل في ملف خدمتك. أنا حاسس بيك جامد يا عادل وحاسس بالبيه والدك. بس نعمل إيه؟ ده قانون ولازم ياخد مجراه. الناس دي بتكسرنا يا فندم. الناس دي عايزة تجيب مناخيري أنا وأبويا في الأرض. عمر سلطان أهو بيلعبوا. هو من ناحية أبوه من ناحية. بس ورحمة أمي أنا مش ههمد إلا لما أجيبها فوق دماغه. يعني تروح الأيام وتيجي الأيام ويوم أشوفك أشوفك كده يا ست الكل. إله يا رب تتقطع إيده وتتخزع عينه بخرطوش من بتوع المظاهرات. هو مين ده يا بود؟ الجزمة الواطي اللي عمل فيه كده يا مزة السنين. إله يا رب يحرق قلبه. هتتحرق جتته كلها بس على إيدي إن شاء الله. ايه الاخبار بره يا سالك؟ طمني. ولا يكون في بالك يا ست الناس، كله هيمشي زي ما احنا عايزينه واكتر. انا عارفه يا سالك ان انت واد جدع وبتحب ميرفت ومش هتسيبنا ابدا. انت وميرفت في عناية يا ام ميرفت. وعدنا يا رب. لما تتلمي فكرك. ما حاولتش؟ حاولت بس ما فيش. ربنا يتوب عليك يا حبيبتي. من بقك لباب السماء مزة السنين. كده يا ميرفت، كده يا حبيبتي تضربي نفسك بالنار. حد يعمل كده؟ ياما انا فداكي. سامحيني يا ميرفت، سامحيني يا بنتي. اسامحك على ايه ياما؟ ما تقوليش كده. على كل حاجة يا ميرفت، كل حاجة. عكار الهباب اللي غرقتك فيه من يوم ما جسمك اتنحت. الوقع الهباب اللي انا وقعتك فيها معايا في شغلي الاسود مع اللي ما يتسمى امريكاني. على اسوتي عليكي. على ذنب ابوكي معايا اللي كنت بدفعهولك وانت كبت امك. مالكيش في كل ده اي حاجه غير انك جيتي من صلبه.
على كل حاجة يا مرفة، كل حاجة. السيدة في ظهرك ياما، ما تجيبي سيرة الكلام ده تاني ياما. خلاص اللي فات مات بقى ياما، أنا ماليش غيرك. عارفة يا مرفت، أنا لما الرصاصة جت فيا وقعت حسيت إن خلاص ساعتي جت. أنا فاكرة كل حاجة كانت حواليا، الزحمة، السعيد، وحليم المحامي وهو بينادي على الإسعاف، كل حاجة. بس الغريبة إن أنا ما كنتش خايفة ولا كنت بفكر في أي حاجة إلا أنت. خفت لحسن السر الإلهي يطلع من غير ما أشوفك يا حبيبتي، وأحضنك وأقولك سامحيني يا مرفت. حسيت ساعتها إن ربنا ممكن يغفر لي أي حاجة إلا اللي عملته فيك، واللي عملتيه في نفسك خلاني أتوجع أكتر يا مرفت. شوف أنا كنت بعملك إزاي، وإنتي حبيت عين أمك عملتي إيه عشان تهربي من أمريكاني الكلب وتجيني. أمال لو كنت حنقين عليك وربيتك بما يرضي الله كنت عملت إيه؟ يا ده إيه الحجر اللي كان ساكن في صدري بدل قلبي ده؟ بص يا سالك، ومارس الناس حالي اللي خده أمريكاني ده كله بقى ولا يلزمني، وحتى الرصاصة اللي جت في يدي كمان خلاص حقها عند ربنا، لأن لولاها ما كنتش فقت من الغشاوة اللي كانت على عينيا دي. أنا عايزك تحط الكلام اللي هقوله لك ده في بالك كويس قوي. احنا عاوزين نعمل في أمريكاني اللي احنا هنعمله ده عشان حاجة واحدة بس، حق بنتي ودمها اللي سال عشان تهرب من تحت درسه زي ما ربنا سترها معاها ومعايا. إن شاء الله هيخلينا نعمل اللي يجيب ده أمريكاني في الأرض ويجيب راسه في الطين. ليكي عليا ساعتها هخليكي تدوسي على دماغه بكعب جزمتك، حتى لو دفعت ثمن اللحظة دي عمري كله. فاهم يا واد؟ ماشي يا ست الكل. حلو قوي. قولي بقى، انتوا قلتوا ايه للظابط اللي اسمه ايمن ده عشان اديكوا كل حاجه تخليه يجيب دغ امريكاني الكلب ده على حق؟ دوباره دوباره رايك يا جاره. كانت لازمك انت معلم الدوباره دي. اخوك مرزة، اصلا امي كانت دايما بتدعي لي في الطاوله في كل حاجه. الله يرحمها كانت دايما تقول لي روح يا ابني، إلهي ربنا يحبب فيه خاله. طب وده علاقته بالطاولة يعني؟ ما هو كل اللي على الأرض خاله يا عمر باشا. الله، ده نظرية برضه. بقول لك إيه؟ هو الحاج متضايق من قعدتي معاك هنا ولا إيه؟ ليه بتقول كده؟ يعني ما بنزلش المحل من ساعة ما بدأت أجيلك. أشتغلك؟ أوعى. أصله خايف لرجلي تيجي معاك في موضوع. طب ما تفهمه. أفهمه إيه؟ قوله إن اللي في دماغه ده مش صح. يبقى هكدب عليه، وانا عمري بقى ما كدبت على الحاج. مش فاهمك يا احمد. بص يا عمر، انا خلاص رجلي جت في موضوع ومش هقدر اسيبك ابدا حتى لو انت قلت لي اخلع. مش هينفع فاضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. الله يخليك، الله يبارك لك يا رب. ايه يا عمر، مواعيدك مضروبه؟ يبقى روح واجي لك بكره. طب تعالى حبيبي. حبيبي ايمن باشا، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا سالك؟ الحمد لله باشا. فاكراني يا مرفت؟ طبعا يا باشا. صبري صبري سالك. كراسي هنا للجماعه. اتفضل. تسلم ايدك. شد حيلك يا هلا. اتفضلوا. الله. اتفضلوا يا صبري. ماشي يا باشا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سالك، عامل ايه؟
لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل صح؟ لا لا الحمد لله كده كله تمام. كله تمام يعني انت كده دلوقتي شفت الجزء اللي جوه كله. اه تعالى اوريك بقى الجزء اللي بره ده هيبقى عامل ازاي على التاني. اوكي. بص يا سيدي الاريا دي كلها هتبقى في البساط وبارتيشن. طب ودي هتبقى سهله ولا صعبه؟ تمام مش فيها مشكله هتوضع فيها الديبارتمنت زي ما انت عاوز. ماشي كده انا عملت لك بقى الوركينج اوبن اريا زي ما انت طلبت. تمام حلو قوي. في اي حاجه ثانيه؟ لا تمام كده الحمد لله. خلاص بعد كده السقف بقى هنحط طب بص يا باشمهندس ممكن ناخد بريك صغير كده ونرجع نكمل شغل براحتنا. نروح الكافيه اللي جنبنا هنا نشرب شاي قهوه كابتشينو عصير اللي انت عايزاه. شاي قهوه كابتشينو ولا عصير اللي انت عايزاه. روحي واختار اللي انت عايزاه. بابا مورين يا باشمهندس هاخد نصايه قهويه في السريع تجيب لي معايا. عاوزين ممكن كابتشينو. كابتشينو دخل على طمع انت الصراحه. اه طيب بس اسمع ما تشيلش عينك من عليه لما تتاكد ان مدخن المواسير صح. كارت ارهاب يعني؟ ارهاب منظم. ايفرثينج اوكي طمني يا باشمهندس. اورايت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم يا باشا. امريكاني عمره ما عرفنا اي حاجه بخصوص شغل غير الحاجات اللي هو عارف انها ما تبقاش خطر. امك خدت الفلاشه دي امتى يا ميرنا؟ من زمان يا باشا. زمان ده امتى يعني؟ من يجي سنتين كده زي ما قلت لحضرتك. بس يوم ما ضاعت امريكاني قلب الدنيا عليها وكان هيجيب دخ كل الرجاله اللي بتشتغل معاه لغايه ما لقيوها. امال هي خدتها تاني ازاي؟ دي مش الاصل يا باشا. أنا أمي عملت عليها واحدة تانية ورجعت الأولانية مكانها وبنت كده في الآخر أكنها اتنطرت منه. طب وهي خدتها ليه أصلاً؟ كانت عشمانة تلاقي عليها حاجة تعرف منها البضاعة اللي بيجيبها بكام عشان تعرف هو بياكلها إزاي. ما لقيتش؟ ما لقيتش يا باشا عليها أي حاجة بس شالتها معاها. أيوة يعني هي فضلت شايلها معاها ليه؟ خافت يا باشا لرجالة أمريكان يلاقوها علشان كده خبيتها في خزنة السيغة بتاعتها اللي شايلها عند خالتي الله يرحمها. الخزنة دي فين يا ميرفي؟ عندي يا باشا. أنا سافرت وجبتها من عند خالتي واديتها لأمي وهي اللي طلعت الفلاشة بإيديها. الملف ده قديم. ما هو في واحد تاني افتحه يمكن يكون في حاجة. أنا بعمل كده أهو. سينا؟ فعلا سينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة طمنوني. الحمد لله. عملتوا ايه؟ قابلتوه؟ كله تمام. وقال لكم ايه بقى؟ استني بس يا بود اما نقعد شوية. خلاص يا حبيبتي أنا آسفة اقعدي. ايه يا سالك؟ أنت واقف كده ليه؟ لا أنا همشي أنا بقى وأبقى أعدي عليكم بكرة الصبح. يا سالك ما تقعد معانا في أوضة فاضية بقى الله. لا هتكل أنا على الله. هاجي لكم من أول النهار. اتكلمي يا ميرفت. بس يا بودة خلاص سالك مش غريب مش هنقعد نتحايل عليه. خليني براحتي يا بودة. المهم بس عشية عشان هي على لحم بطنها من صباحات ربنا. طبعا بس استنى كل لقمة معي. لا سبقتكم الحمد لله. تصبح على خير. انت من اهل. السلام عليكم. مفيش فايدة دماغه محجرة. وعليكم السلام. جدع قوي دلوقتي سلام.